السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني متابعين. اليوم عندنا حلقة جديدة راح نتكلم فيها عن طريقة الصيد بالجيجينج. اليوم الوضع مختلف، أنا هنا في الغرفة اللي دائما أسوي فيها المونتاج اللي هي غرفتي، لما اليوم راح أشرح طريقة صيد الجيجينج. أي شخص مبتدئ في الجيجينج ما يعرف إيش هو الجيجينج، هذه الحلقة مخصصة لك، حياكم الله. إيش هو صيد الجيجينج؟ صيد الجيجينج إحنا حنستخدم أنواع معينة من الجيجات، مثل هذه الجقة اللي موجودة قدامكم. هذه الطعوم الصناعية كل واحدة فيهم لها قصة ولها حركة معينة راح تجذب الأسماك. فالهدف انه احنا ما نستهدف نصيد الأسماك عن طريق ريحة الطعم، لا، احنا هنستهدف عن طريق إثارة فضوله. انواع صيد الجيجينج زي ما احنا كنا نستخدم اول في الجلب، الصيد العادي التقليدي خيوط الصغيرة نصيد فيها الأسماك الصغيرة اللي ممكن قد كفها اليد كذا تكون، وفي خيوط ثانية نستخدمها للأكبر، وفي خيوط ثانية نستخدمها مثلا للهوامير أو النواجل الكبار. فكل سمكة نستهدفها لها مقاس خيط معين تتحمله. لو كان الخيط صغير لازم أنت طبعا تسايس السمكة، إذا شدت تعطيها شوية، وإذا هدت تبدأ تسحب أنت. نفس الطريقة راح يكون في الجيجينج، أوكي؟ فعشان كذا راح نقسم ثلاثة أقسام بالنسبة لصيد الجيجينج. أول قسم راح يكون اللي هو اللايت، للأشياء الخفيفة. بالنسبة للي بعده اللي هو الميديم، الميديم راح يكون للأسماك المتوسطة، والهيفي راح يكون للأسماك الكبيرة. اللي احنا راح نتحدث عنه اليوم في حلقة الفيديو هذا اللي هو صيد الميديم هيفي. احنا راح نستهدف الأسماك المتوسطة إلى الكبيرة، أحيانا بيضرب معانا برضو سمك صغير فيها، برضو مو مشكلة. هذا الصيد أو هذا النوع اللي هو الميديم هيفي هذا مناسب جدا في البحر الأحمر، وهذه العدة اللي احنا نستخدمها شخصيا. نسمع دائما بموضوع الفاست والسلو، تشتغل على الفاست ولا تشتغل على السلو؟ ايش الفرق بين الفاست والسلو؟ الفاست اول حاجة عندنا حتكون الماكينة بالشكل هذا، اغلب المكاين الفاست حتكون بالشكل هذا، انا اتكلم الاغلب مو كلها، بعض المكاين تيجي بشكل اخر، ولكن الاغلب اللي احنا نستخدمه اللي هو السبيننج. هذه مقاس 6000، اسم الماكينه توين باور، واليد حقتها تيجي يسار وممكن تيجي تخليها بالجهه الثانيه يمين. هذا بالنسبه للفاست. اما بالنسبه للسلو جيجينج، السلو جيجينج طبعا هذه مكاين الاوفر هيد، هي افضل مكاين تقريبا للسلو جيجينج. اسم الماكينه اوشي جيجر، طبعا هذا اذا اشتريتها تختار من بدري، يا انك انت تسحب باليمين او تختار ماكينة تسحب بالشمال. هذه سلو، واللي قبل كنا نوريكم اياها اللي هي الفاست. سواء كنت بتشتغل على الفاست او السلو، كل نوع من انواع المكاين يعني لها قصبة معينة خاصة فيها، تمام؟ على سبيل المثال اذا كنت انا بشتغل بالسبيرينج هذه اللي هي للفاست، لازم يكون معايا قصبة فاست. كل قصبة من القصبات لها خيط معين تتحمله، لها جرامات معينة من الجيجات، فلازم تكون المنظومة متكاملة. يعني لازم يكون القصبة هذا اللي موجودة عندك تكون تابعة لفاست جيجينج أو سلو جيجينج. ثاني شيء، لازم تكون القصبة هذه تتحمل عدد معين من الجرامات للجيجات. يعني إذا كانت عندي القصبة تتحمل مثلا 200 جرام من الجيجات، أنا ممكن أستخدم هذه الجيجات اللي موجودة عندنا هنا، وهذه 200 جرام. بالنسبة لماكينة الصيد، أي ماكينة صيد بالنسبة للصيد الحديث راح تتكون من حاجتين بالنسبة للخيط. الحاجة الأولى اللي هي الليدر، اللي هو التطريفة. خلينا نمسك المصطلحات العامية أكثر عشان الناس تفهمنا. هذا ليدر، توصيلة تطريفة نربطها بخيط حرير. هذا خيط حرير. الخيط الحرير هذا له مقاس معين، يعني أنا على الألفين هذه بستخدم P3 أو P2.5، هذا مقاس الخيط، يكون P3 أو P2.5 يعني 2.5 أو 3 يرمز بالP. بالنسبة للليدر اللي موجود عندي هنا، هذا الليدر يعني أنا بستخدم في العادة مقاس 60، مقاس 60 مناسب لي على P3. هذا بشكل سريع بالنسبة لعدة الصيد اللي موجودة عندي. آخر شيء نيجي بالنسبة للجيجات. الجيجات في أنواع كثيرة مرة من الجيجات، مثل الجيجة هذه، شوف فيها انحناء من الداخل هنا. كل جيجة لها قصة معينة، كل جيجة لها أكشن معين. يعني هذه بالسلو حلوة صراحة، فنزولها ما راح يكون نزول سريع، راح يكون على الشكل هذا. كل جيجة لها رقصة معينة، يعني جيجة ممكن تنزل زي كذا، في جيجة تنزل على طول
وهذه الجقات تنزل على طول مفيدة جدا وقت التيار. يعني لما يكون عندك تيار قوي راح تستخدم مثل الجقات الطويلة اللي تيجي سيف على طول تنزل نزول. طبعا جقات الفاس دائما تيجي بشكل مستقيم دائما، تفضل الجرامات اللي من 120 إلى 150 أحيانا 180 200 بس تكون متعبة صراحة في الفاست. أما بالسلو ما عندك مشكلة في الميتين، تقدر تتحمل في السلو عادي، بس في الفاست متعب. هذا نوع ثاني برضو من الجقات موجود، هذا نوع من الجقات موجود. يعني هذا النوع مثلا في الفاست جدا متعب، شوف على أنه قصة تحسبها مستقيمة لكن فيها ميلان أحيانا خفيف هنا يكون تكون مدورة. هذه نزولها سريع ولكن الأكشن حقها مرة ثقيل، بس إنها شغالة مرة ممتازة صراحة الجقات هذه، يعني في السلو مرة ممتازة صراحة. إيش الشيء اللي إحنا راح نصيده في الجقات؟ في الجقات أو في الجيجينج إحنا راح نصيد أغلب أنواع الأسماك اللي موجودة، أسماك البياض، العقام، راح نستهدف أسماك اللي تكون في الوسط مثل الثمت اللي هو الدوغ توث تونا، برضو نستهدف الأسماك اللي في القاع مثل الشريفي، الناجل، الهامور. فالصراحة هي طريقة مرة فعالة، عيبها بس إنه لما يكون أحيانا في تيارات جدا قوية أو يكون البحر هادي جدا يعني ما في سرعة رياح نهائيا، هذه الطريقة ما راح تكون كويسة في الصيد. يعني ممكن تحول على أي نوع من أنواع الثانية أفضل لك من صيد الجيجينج. أما صيد الجيجينج إذا كانت تيارات مناسبة معقولة حيكون ممتاز بإذن الله. هذه كانت نهاية حلقتنا بالنسبة لطريقة صيد الجيجينج. لا تنسونا من دعمكم، إذا كان المحتوى بالشكل هذا يعجبك أو يناسب يا ريت تدعمني بزر اللايك أو تكتب لي تعليق أعرف فيه إنه هذا المحتوى مفيد لك أو من أنت من الناس اللي بتهتم في المحتوى هذا. يعطيكم العافية، أرسلوا المقطع هذا لحبايبكم اللي حابين يتعلمون صيد الجيجينج. نشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.